هنروح بقى لمراسلنا شريف شعبان من ملعب التاتش. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك يا ساره، مساء الخير احمد، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من ملعب مختار التتش. يمكن من خلفي لاعبي النادي الاهلي هيستقلوا الباص على فندق في التجمع الخامس، طبعا ليله مباراه الاهلي والترسانه اللي هتكون بكره على ملعب الاهلي والسلام في الثامنه مساء. القائمه طلعت ولا لسه يا شريف؟ القائمة حالا يمكن اقولها لكم حالا صحيح. دلوقتي يمكن اختار ريني فايلر 18 لاعب في حراسة المرمى الصاعد الواعد اللي هيكون نصيب بكرة بإذن الله في طبعا حراسة عرين النادي الأهلي مصطفى شوبير، حارس مرمى آخر هو علاء حمزة، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد شكري، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدي فتحي، عربي بدر، محمد فخري، حسين الشحات، كهربا، أجايي، أفشة، مروان محسن، بادجي، جيلاردو. يمكن قائمة ال 18 لاعب اللي اعلنهم الان مستر فايلر طبعا، وبيركبوا حالا الاتوبيس متجهين الى احد الفنادق في التجمع الخامس طبعا المبيت لليله مباراه الاهلي والترسانه. يمكن العشاء هيكون المفروض من 7:30 ل 8 باذن الله، وبكره بقى برنامج النادي الاهلي اللي بيبدا صباحا مرورا بقى بوجبه الغداء وبالسناكس والمحاضره قبل التوجه الى استاد الاهلي والسلام. المباراه طبعا تكون في الثامنه مساء. الاهلي هيتحرك من الفندق حوالي الساعه 6:15. معاك ولا اي استفسار عن المران؟ معاك احمد. لا محتاج اعرف منك، يعني شفت تمرينه النهارده ازاي؟ شفت اللعيبه اللي كانت بعيده الفتره اللي فاتت واللي من الممكن انها تاخد فرصه في ماتش بكره، يعني مستواها اللي تقدم التعليمات اللي كان بيشتغل عليها مستر فايلر معاهم، ملامح التمرين النهارده استعدادا لماتش الترسانه بشكل عام يا شريف؟ انا عارف ان محمد محمود كمان النهارده داخل النهارده في الصوره. كان سري ولكن تمام النهارده. يمكن مران محمد محمود متمرن النهارده تمرين كامل وبي ما شاء الله ما شاء الله تمرين بكل قوه وبيأكد جاهزيته في الفتره المقبله، لكن فايلر طبعا فضل راحته وعدم المخاطره ليه في مباراه بكره. طبعا الراجل غايب بقاله فتره كبيره جدا، ما ينفعش يخش اي مباراه الا بعد ما ياخد بعض التمارين الكتير جدا ويرفع مستواه البدني، ولكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي محمد محمود بدأ يرجع. محمد محمود بيشارك بقوه وباذن الله يكون له دور فعال مع باقي زملائه في الفترات المقبله. النهارده التمرين كان سري، لكن ما فيش حاجه سري خالص لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن النهارده فايلر اتكلم مع لعيبه الترسانه مع لعيبه الاهلي وحذرهم من خطوره الترسانه، قال لهم باللفظ يعني الترسانه ممكن يكون في موقف متاخر في جدول المسابقه، ولكن ده مباراه كؤوس بتحرق دايما الكؤوس، الفرق الصغيره او الفرق اللي ترتيبها متاخر بيحرق الفرق الكبيره. حذرهم من خطوره الترسانه، عمل لهم محاضره فيديو قبل التمرين حوالي 10 دقائق اتفرج فيها على اخر مباراه للترسانه، النقاط القوه والضعف لفريق الترسانه. بدا المران بتاعه بمحاضره يمكن بسبوره في نص ملعب بالتكتيك اللي هيلعب بيه والخطه اللي هيلعب بيها. النهارده جرب اكثر من لاعب في الباك رايت او الباك ليفت او السردباكات، عندنا غيابات في السردباكات، ما عندكش غير ياسر ابراهيم بس مدافع واحد، ما عندكش طبعا ايمن اشرف عنده ايقاف، رامي ربيعه بنتمنى له السلامه. فبكره بقى فايلر هيحلها ازاي؟ هيلاعب حد من وسط الملعب ولا هيدخل حد من باك رايت هاني او فتحي؟ هنشوف بكره باذن الله اما يعلن فايلر التشكيل. وسط الملعب ايضا عندك غيابات، يمكن عندك السولية عنده ايقاف، ولكن موجود حمدي فتحي، موجود ديانج، ممكن حد فيهم يشارك، ممكن يشارك العربي بدري وارد، محمد شكري ممكن يشارك، الباك ليفت وارد، ممكن تلاقي فخري بيشارك وارد. النهارده الراجل اعتمد على كل اللعيبه الموجوده معاه في قائمه المباراه ال 18 وبدا يجرب اكثر من لاعب، وعن السوبر ستار النادي الاهلي طبعا حسين الشحات اللي بتمنى له كل التوفيق بكره. النهارده كان متالق في التمرين، فبتمنى له بكره يكون متالق ايضا في المباراه، محتاجينه في مباراة الوداد. حسين الشحات بيرجع خطوة خطوة وهو مركز جدا يجهز نفسه في مباراة الدوري ومباراة كأس طبعا عشان خاطر يبقى جاهز لمباراة الوداد. دي كانت أبرز الملامح النهاردة في تمرين النادي الأهلي. نادي الترسانة زي ما قلت لك فايلر حذر من خطورة الترسانة، فريق يمكن في مركز ال 11 في مجموعة بتضم 12 فريق، ولكن يبقى الترسانة اسم كبير وتبقى مباريات الكؤوس 50-50 صحيح. يبقى فقط اللي بيبذل الأقصى مجهود ليه وبيحترم الفريق المنافس هو اللي بيكون له الحظوظ في الفوز في المباراه. بتمنى بكره باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي، واحنا بنتمنى واحنا طبعا بنضم صوتنا لصوتك ونتمنى للتوفيق لل 11 اللي هيمثلوا النادي الاهلي بكره ايا كان اسمائهم. بشكر زميلنا طبعا شريف شعبان من ملعب مختار التتش.